ده حالته صعبة قوي، ما تخليهمش يقبلوه في القسم المجاني. لا إله إلا الله، سنه صغير. بقول لك إيه، خليهم يقبلوه وحوليه للدكتور أحمد. يا ريتنا افتكرنا مليون جنيه. اقعد خير يا دكتور. هيقعد بس الأول. حاضر. أنا محول لك حالة عشان تعمل اللازم. أعمل اللازم في إيه يعني؟ طب روح أنت يا سناء. حاضر يا دكتور. في الباب وراكي. جري يا احمد مدفوق معايا. تعمل اللازم يعني تعمل له تحاليل وتشوف ينفعنا ولا لا. هو مش حضرتك قلت هتصبر عليا شويه؟ لا الصبر خلص لحد هنا، هي مش قصه. طيب انا اعمل ايه؟ انا مش قادر. ايه لعب العيال ده؟ احنا في حضانه؟ انت عيل ولا ايه؟ ده اختيارك على فكره. انا فاهم يا دكتور، بس اعمل ايه في نفسي؟ تعمل اللي يريحك ويخليك تشتغل. وإلا بقى في ناس تانية هي اللي هتعمل، وأنا مش هقدر أمنحهم أكتر من كده. من غير تهديد يا دكتور، أنا فاهم والله. أنت مش فاهم حاجة خالص. أوعى يا ابني تكون فاكر إن الموضوع آخرته عندي ولا عند مازن. الموضوع وراه ناس كبيرة جدا، ومش هيسمحوا لأي حد يعرض لهم البيزنس الكبير بتاعهم بأي ريسك. حضرتك عارف إن أنا صغير قوي قوي ومفيش مني خطر، ولو كنت عايز أعمل حاجة كنت عملتها الأيام اللي فاتت. مش هتلحق تعمل أي حاجة. علمك لولا ان انا قايل لهم انك شاطر ده اللي مصبرهم عليك، وعليك تثبت كده. والا مش لازم اقولها يا دكتور، انت بسم الله ما شاء الله صحتك حلوه، تحاليلك عندنا. يعني اللي انا مش عايز اعمله في الناس هيتعمل فيا؟ اعمل حسابك ان النهارده في شغل ومفيش اعذار. لا تقف على رجلك وتشتغل، يا تنام على ظهرك وغيرك يشتغل. بيك من غيرك الشغلانه ماشيه. وانت وشوقك بقى. دكتور احمد حاسب. في ايه يا احمد؟ ايه اللي جايبك دلوقتي؟ في ايه يا احمد يا ابني؟ انا جاي استخبى عندكم. الناس دي عايزه منك ايه؟ انا عشان خايف عليكم مش هينفع اقول لكم. الناس دي لو عرفت ان انتوا عرفتوا مش هيسيبكم في حالكم. يعني هم هيصدقوا انك هنا وما قلتش؟ هو مش هيجي في بالهم اساسا ان انا هنا. هو انت سرقت منهم فلوس؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا نوره؟ انا عمري ما مديت ايدي على حاجه مش بتاعتي، وكل اللي بيحصل لي ده عشان مش عايز اعمل حاجه غلط. ما احنا يا ابني كمان مش معقول هنخبيك كده عمياني من غير ما نعرف ايه اللي حصل. أبوس إيدي كمان.